فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قمت بتعليم الصغار، إذا قمت بتعليم الصغار من كتاب مختصر للمبتدئين على مذهب معين، والشارح له يرجح خلاف ما عليه أهل المذهب، فهل يترك الصغار يعملون على ما في هذا المختصر؟ المختصر ليس فيه ترجيح، كيف يكون مختصر فيه ترجيح؟ هذا في المطولات ترجيح، أما المختصر قول واحد، يذكر قول واحد فقط ولا تذكر الأقوال، هذا يترك إلى ما بعد. نعم.